فاهميني، خنتيني ليه؟ أنا عمري ما قصرت معاكي في حاجة. حتى لما قلتي لي نأجل موضوع الأطفال كام سنة ما اعترضتش، مع إني طول عمري بحلم بإني يكون ليا طفل منك. مدحت يا طلقني يا تسامحني. أسامحك إزاي؟ بعد ما شفتك في سرير راجل تاني. أنت إزاي تعملي فيا كده؟ أنت مش عارفة إن أنا بحبك؟ اللي يحب بيسامح. ممكن أسامحك في أي حاجة. إلا دي. أنت كسرتيني. يبقى اتطلقني. ببساطة كده؟ عشان ترجعي تاني لإحسان. إحسان كان مجرد نزوة. مش ناوي أرجع له تاني. ممكن أعرف عمر النزوة دي قد إيه؟ هتتضايق. ايه؟ من يوم ما اتجوزنا؟ يعني بعديها بشوية. وانا طول الوقت ده مش دريان بحاجة؟ حمار يعني؟ متى احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في شرف اللي ضاع. انا شايفة ان احنا بنضيع الوقت في كلام فاضي. احسم المسألة عشان انا وانت نخلص. طب معلش انا عندي سؤال. ايه هو؟ ليه مش قادره تحبيني؟ ايه الميزه اللي شايفاها في احسان ومش شايفاها فيا؟ طب اعمل ايه عشان تحبيني؟ كل الاسئله دي ملهاش فايده دلوقتي. لا ليها. ليها اني اعرف انا غلطت معاكي في ايه. ما كرروش تاني. وحافظ على حبنا من اي نزوة في المستقبل. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز حد غيرك. ولا عمري هتجوز حد غيري. يبقى نفتح صفحة جديدة. يا ريت يا حبيبتي نفتح صفحة جديدة. مفيش فيها احسان. مفيش فيها نزوات. توعديني. بس بشرط. انك توعدني ما تحولش حياتي الجحيم. بشكل في كل تصرفاتي اللي جايه. ده لو عايزنا نفضل مع بعض. اوعدك يا حبيبتي. اوعدك. وانا موافقه ان احنا نبتدي حياه جديده مع بعض. اللي تشوفيه يا حبيبتي. انا بحبك قوي يا رشا. ازاي يا استاذ يا محترم يا ابن الاصول تقبل على نفسك انك تعاشر واحده خالتك؟ احمد انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها. شرفك ده وتقول لي بحبها، فين كرامتك يا استاذ؟ ثم تضمن منين انها مش هتكررها تاني؟ هي وعدتني. ده وعد ولا بلاش؟ طب اعمل ايه يعني؟ يا تطلقها يا تقتلها. هقتلها؟ ايوه تقتلها، لان اي انسانه تخون جوزها ما تستحقش غير القتل. طب ما انا خنتها مع سونا. يعني ايه كده نبقى خالصين يا ابني؟ احنا في مجتمع شرقي، القانون نفسه بيعتبر الراجل اللي بيقتل مراته عشان شرفه بريء. ما اقدرش اقتلها. يبقى طلقها. ده حتى المسيحيه اللي بتحرم الطلاق بتسمح بيه في حاله الزنا. مظبوط ولا ايه يا جورج؟ مظبوط. أنا تليفوني بيرن، هو فين؟ ألو؟ أيوة مساء الخير. أه يا ميشو إزيك؟ لا ما نسيتش، حدد أنت الزمان والمكان وهتلاقيني هناك. حلو ده يا معلم، خلاص اتفقنا أوكي. ماشي، مع السلامة. أنت موافق على كلامه ده يا جورج؟
انا مش عارف اقول ايه، بس اللي اعرفه ان الحب ده لعنه وساعات بيبقى ضد المنطق. الله، انت بتتكلم عن نفسك ولا ايه؟ جايز، بس اكيد الحب بيعمل وبيجنن كمان. جورج بيتكلم صح يا شيخ. انت وهو تعالى نتكلم في اي حاجه تانية، نغير الموضوع يعني ونسيب الموقف متعلق كده. متى هتحصل الموقف خلاص؟ لو كنا خلينا الخروجه دي في الساعه المغربيه كان الجو هيبقى اهدى بكتير. معلش يا حبيبي، اصل عندي زباين مهمين ولازم ابقى موجوده في المحل. ولا يهمك، المهم اللي احنا مع بعض. عارفه